السلام عليكم. اليوم يا الله انفجعنا جدا 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 الخبر، زلزال سوريا وتركيا. هذا يا الله يا الله يا الله، ما نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله الواحد يعني جدا حزين عشانهم، سبحان الله. عسى الله يتقبل الموتى في الشهداء ونجعلهم من الصديقين، ويعني إن شاء الله بإذن الله مع الأنبياء بالصديقين يا رب العالمين، والمتضررين يا رب يرحمهم ويعفو عنهم ويعوضهم عوض خير إن شاء الله بإذن الله. أدري ما في كلمات ممكن تواسيكم، ما في كلمات ممكن تصبركم غير كلام الله عز وجل. الله عز وجل يقول في القرآن: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عسى الله يجعلنا وإياكم المهتدين يا رب العالمين، ويجعلنا نحتسب الأجر عند الله عز وجل، ودائما نذكر الله عز وجل. نحن دائما في نعم الله عز وجل، كنا وما زلنا، أخذ الكثير وأبقى الكثير سبحان الله، فنحتسب الأجر عند الله. وأذكركم بدعاء الذي علمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لما فقدت زوجها وفجعت في زوجها، قال لها: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. والله العظيم عن صدق وإيمان بهذا الدعاء سبحان الله، ما أصبت بابتلاء أو مصيبة إلا سبحان الله دعوت به، وربي عوضني بعوض خير وجميل جدا في حياتي سبحان الله. عليكم به، عليكم بالاحتساب الأجر عند الله عز وجل، عليكم بالصبر. أدري أن الموضوع صعب، بس إن شاء الله أنكم قدها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربي ما ابتلاكم إلا أنكم قادرين إن شاء الله أنكم تتحملون هذا الابتلاء الشديد هذا. وقلوبنا معاكم، وندعي لكم بإذن الله باستمرار. أمانة طمنوني عليكم التعليقات، خليني أطمن عليكم إن شاء الله أنكم بخير، وإن شاء الله أهليكم بخير، واللي توفى من أهليكم يا رب يتقبلهم في الشهداء ويرحمهم برحمته يا رب العالمين، ويرحم المتضررين كلهم. استودعتكم الله العظيم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.